يقول: نذرت أمي وهي حامل في الشهر الثاني إذا رزقها الله ببنت سوف تسميها فاطمة، واستجاب الله لها، لكن أبي رفض التسمية بهذا الاسم فسماها بغير هذا الاسم، فما الحكم؟ إذا نذر الإنسان شيئا مباحا فهو مخير بين أن يفعله وبين أن يكفر كفارة يمين، وهذه نذرة تسميها فلانة باسم معين ثم إنها لم تسميها بذلك، فلها أن تعدل وتترك التسمية وتكفر عن يمينها. نعم.